انا هدول الناس اللي يعني الهمشين والمطرودين من المجتمع والى اخره، بحس حالي انا كثير بشبههم، بحبكم بشبههم. ثانيا هدول الناس بعلموني اللغه. الثورات العربيه بدنا نشوفها بكل عناصرها، العنصر الاساسي الاول انه طلعت فينا روحنا، جمالنا، ان كان هون او بمصر او بسوريا، بكل محل، بكل محل طلع إرادة الحياة عند الناس. وانتقل المركز الثقافي إلى الخليج وإلى الفلوس. نعم. وللأسف غواية المال وغواية السلطة هن الغوايتين الكبريتين اللي بدمروا كل الناس. نعم. اللي عم يصير اليوم بفلسطين ما بيخلي بس العربي يحس حاله فلسطيني. انا بفتكر اي انسان بالعالم عنده شعور بالعداله وبالانسانيه وبحق الناس في الحياه لازم يحس حاله فلسطيني، فبالتالي انت كمان فلسطيني. اهلا وسهلا فيك. المصير الكاتب انه ينسى. الكاتب العظيم بينسى بيتذكروا ابطال روايات، والكاتب السيء بينسى هو وابطال روايات. نعم نعم. فعلى كل حال نحن ذاهبون الى الكتاب ذاهبون الى النسيان، والحقيقه التي تبقى هي النتاج الادبي.